اهلا بيكم في وصفة جديدة من هيفنز كيتشن. النهاردة هنعمل مع بعض شوربة لذيذة جدا ببواقي التركي. احنا عملنا اخر حلقة المرة اللي فاتت التركي بتاع السانكس جيفينج، وكلنا طبعا بيتبقى عندنا بواقي من التركي، فتعالوا بينا النهاردة نستغلها ونعمل شوربة لذيذة جدا وهنضيف جواها خضار هتعجبكم جدا. يلا بينا ونبدأ ونشوف الخطوات مع بعض. نيجي للمكونات اللي هنستخدمها في الوصفة دي. هتكون عبارة عن دي بواقي من التركي، والخضار هيكون بسلة وبصل وكرفس وجزر. كل الحاجات دي بنقطعها صغير خالص بالشكل ده، وكمان فص من الثوم. معايا معلقتين دقيق ومعلقة كبيرة من الزبدة، ودي كريمة الطبخ او الكريمة اللباني، حوالي كوب الا ربع. ومعايا شوربة، تقدروا تستخدموا مية وتضيفوا عليها مكعب من المرقة او شوربة فراخ لو متوفرة عندكم. اول حاجة هضيف معلقة بس صغيرة من السمنة، هنشوح فيها البصلة والكرفس، طبعا اي كمية انتوا تستخدموها، او كمان تقدروا تستبدلوا الخضار ده بانواع خضار تانية زي البروكلي زي المشروم او بطاطس، اي انواع خضار تفضلوها ممكن تضيفوها في الوصفة دي. هنشوح البصل والكرفس، وهنضيف رشة بسيطة من الفلفل الاسود والملح، حاولوا تضيفوا حبة قليلة جدا علشان لو هتضيفوا شوربة بتكون فيها ملح، وكمان التركي بيبقى مملح، فضيفوا ممكن كمان تضيفوا الملح في الاخر خالص لما تتأكدوا ان انتم محتاجين ملح. هنشوح الحاجات دي مع بعض لغاية لما يبقى لونها ذهبي فاتح جدا، او بس تدبل كده من يعني حوالي دقيقتين. بعد كده هنضيف الجزر. ودلوقتي هنضيف الجزر ومعاها فص من الثوم، وهنقلبهم كويس جدا. وبعد كده هنضيف الشوربة. ودلوقتي بعد ما ضفت الشوربة هسيبها تغلي لمدة 5 دقايق مع الخضار. بعد كده هضيف البسلة وكمان بواقي التركي، وهغطيها واسيبها لمدة ربع ساعة كمان لغاية لما الخضار يستوي. تقدروا تكتفوا بالمرحلة دي زي شوربة الخضار كده، او تعملوا لها الصوص الكريمي اللي انا هعمله دلوقتي ويبقى قوامها كده كريمي. وده كده شكل الشوربة بعد ما الخضار استوى. هنشيلها على جنب وهنبتدي نعمل الصوص الكريمي اللي هنضيفها عليه. هنجيب طاسة ونضيف فيها معلقة كبيرة من الزبدة، وعليها معلقتين كبار من الدقيق زي بالظبط لما بنعمل بشاميل. اول ما الدقيق لونه يبقى ذهبي فاتح خالص هنضيف عليها كريمة الطبخ او الهافي كريم، لو مش متوفر عندكم تقدروا تضيفوا بداله لبن، هيدي نفس النتيجة. دلوقتي هقلب الزبدة مع الدقيق، بعد كده هضيف عليهم كريمة الطبخ شوية شوية ولغاية لما القوام يتقل، ما نضيفهوش مرة واحدة علشان الدقيق ما يكلكعش. اول ما الصوص يبقى جاهز هنضيفه على الشوربة.
ودلوقتي هنرجع الشوربة تاني على النار وهنضيف عليها الصوص الكريمي اللي عملناه مع بعض، وهنقلب كده لمدة 2 دقيقة لغاية لما كل المكونات تتخلط مع بعضها، وكده خلاص الشوربة بقت جاهزة. وكده الشوربة بتاعتنا بقت جاهزة، وده شكلها النهائي. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وبليز لو عجبكم الفيديو النهاردة اعملوا لايك للفيديو وشير وسبسكرايب للقناة لو انتم مش مشتركين، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي الجديدة. أتمنى أشوفكم على خير في وصفة جديدة من هيفنز كيتشن. باي باي.